wanna give it to you. I give it to you. بارتي الثانيه مع تحدي انا وامي ندير اللغه ندير الاغنيه الكوريه والمغربيه. ودابا التحدي الثالث مع باكستي باكستي ومع مشهور ديالهم. المهم لي شكرا, نقول لهم شكرا. شكرا على تشكروني الناس. لا شكرا على الفيديو, سولوا عليا وضحكوا وداكشي والله يجعل الله يرجع بالك. انا دخلت غير كي حشمه. المهم اليوم جبت لهم اسئله كما كتشوفوا ماما ربحات, باغا نشوف شكون كيعرفني, واش ماما ولا بابا. وهاد الاسئله غادي يكونوا شويه طوالين شويه صعابين على الاولاني. الاولاني غير شحال في عمري, شحال هادي شحال هادي. دابا غادي تكون شي حاجه صعيبه. وهاد المره درت ما درتش 15 سؤال, درت غير 10. نتمنى تجاوبوا. الله يجعل بارك الله يجعل بارك. نقدم لكم اميمه الملاقبة بهبيشة و دريس باكستي باكستي حداوي عجبت الباكستي قسما بالله. المهم كما دابا جبنا طعرجة كبيرة على قبيلة كانوا يهرسوها ليا هدرة ديالي بعدا. المهم شي حاجة بابا راه شفت هذيك حدات القدام قرب حس شوي. وانا بابا قصير انت طويل. لا 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 خليها هكا قدامك زين هكا زين فاطمه احسن زين يلا. المهم دابا رجعنا السؤال الاولاني نسول. شوفوا انا نعطيكم القوانين. قوانين انت نسالي اخر سؤال اللي ضربته الجواب والاخر يسكت. صافي اش كتعاد هذا؟ لا ما تعاودش. كيعاود داكشي اللي كنقول. المهم السؤال الاول, شنو هو البرج ديالي؟ يا يا بابولا ولي 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 هرسي هرسي عارفه اختي وعارفه. واش هو الجوزاء؟ الجوزاء الجوزاء عندها جوج كمامر. كمامر واحد صفر واحد صفر. ما تبقاش تقول مع الجوزاء. انت الفيديو كان 4-4. المهم نشوفوا حنايا نحاول نعرفوا شكون يربح. مو مركزوا معنا المنتجين. حنا حاضرين حاضرين شكون انا انت بلا نقول لجنا. السؤال الثاني ما تديوش على العائله الحمقى ديال الاديب. السؤال الثاني, الفاكهه المفضله بابا 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 ولكن شويه الفاكهه الفاكهه شنو تفاح البنات؟ فريز. لا تروح مات ماما على الفريز. تفاح. لا شويه. لا لا دلا احسن احسن لك يا عليك دلا ماما دلا 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 تحرش راه متقوبة تقبتو لي داك الله بغينا نلعبو. انا شفت حاجه اما الفريز اما دلا حوايج شنو تعرج اخر لا العشور العرج كلهم يتكيسوا لي على تعرجتي. صافي راه انت لي عزيزه شويه وانت قربتي حدا تعرج. السؤال الثالث الثالث واش كلي ربحانه جوج عادي عادي تعرفها امي وبابا ما يعرفهاش. واخا بابا المشكله نقول لكم الصراحه صحاباتي اش كيعيط لهم عزيه الضبه الغليظه العوره هادشي اللي كيعيط لهم ما عندهم سميات. دابا جيت نقول لي شي حاجه يقول لي هذيك الغليظه هذيك الضبه هادشي اللي كيقول. المهم دير الكتاب خليه والاسئله يعني قولي فين سكتوا. صافي يلا سكتوا سكتوا ما تدوش حتى سالي تنقول لكم سكت انتما ديروا.
شنو سميت جوج صحاباتي كانوا كيقراو معايا ملي كنت صغيره وكنبغيو كنحماق عليهم ساكنين في سله؟ ابشر نهرسي قندوس 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 سندوس قول زعما جوج صحابات اللي باقي حد الان يعني باقي كتهضر معاهم حد الان وكنحماق عليهم وكنمشي نتلاقى معاهم وكنمشي عندهم سله وكنمشي بسببهم. بابا انا مرات باك مشيتي ليه بابا جوج ثلاثة صافي المهم عادي بابا غلبتك ومي يلا غرضة يلا غلبتك راه تخلص على شي حاجه رضا خلص الزردة ما كاين مشكل الزردة ديالاش ها شاورما شحال انا شحال ثلاثة لزيرو ثلاثة لزيرو يلا سؤال الرابع شنو اكثر لون في الحجاب كنلبسو بابا معلاش ضربتي انا اللي خصني نقول انا ضربت الكحلوش لا انا شو ضرب لي صبعي كحلوش بابا واحد اسمحي لي انا قلت لكم انا نقول لكم كحلوش راك يمثل كحلو زعما هو كحلوش يعني ما نحسبهاش الاسف على هذا ثلاثة لواحد قصحتيني اسف حيت انا ردتني فعيل بزاف شي مشكل انا تستر عريش يلا ما كاين مشكل سي باش ما تخرجش زيرو سؤال الخامس وما تضربوش حتى نقول لكم شكون غادي يدوي كيفاش تقولي انت شكون انا نعرف شنو الاربيت مالكي شكون كان افضل رسوم شحال اللي كانت صغيره ملي كنت صغيره وهذا الشيء خاصو غادي تعرفوا غير ماما يلا ضرب بابا ضرب توم جيري تيلي توبيس ها كانت يبو وانا لار تيلي توبيس لا انا قلت لها لا انا قلت لها لا انا الحمراء الصغيره هذيك زازيره انا يلا لا زازيره واخا الربعه الواحد كوكا كيسمي والله هذه باينه هذه لما نخرج من هذه بدا في الترس ماشي وانت يا بابا كتسبق لا وانا خصني نسمع دابا هذه اميمه غيدير راسها كنتي حاقر عليا شويه صعيبه شويه ماشي بزاف نقدو هما تقلعوا المهم اللي انت قلت لك لا هو يجا امتى بديت كنبغي الثقافه الكوريه هذه عامين فاش بديتي كتقراي هنا عامين بزاف عامين انت كنبغي الثقافه ماشي الكيبوب الكيبوب حتى تعمق الثقافه مش حاجه كنا كنتفرجوا في افلام دراما واش من عامين انا من سله فاش كنا كنتفرجوا في افلام دراما في سله الى عام فهذيك الفيلم ديال تقربيت ساس 2010 لا الفيلم ديال هذيك شي حاجه الاربعه لا كاين ايام الزهور ولكن الى عام بديت كنحمق على الثقافه الكوريه كنت كنقرا بيت 15 لا واه 15 عام كنت هنا 2005 50 ما كانش حتى عندي حتى تليفون سير وسير انا شنو هكا انا ما بغيت مع العام نقول لكم وصافي المهم فاش كنا في سلا لا الا جو الا جاوبت انا راه خاصها 2013 اسكت انت 2010 نجي 2012 2006 2009 بابا 2000 من 2010 فوق 2000 ما كنذكر شو ما يلا مني زادة تقول كوري مسكين والله يميل نفسنا 2010 لا 2006 2001 2011 مني كانوا سوبر جونيور مني كانوا أوبان غانغام ستايل مني اللي خرجت أوبان غانغام ستايل مت كي بوبيا كافي صافي واش كتب باقي جوج اسئله ثلاثه المهم هذا السؤال حتى واحد ما عنده صحيح ها بابا غادي يعرفها اميمه شنو هي التخربيق اميمه هذوك الحلوه ديال مصطفى شمن لو داك التخربيق دابا جيلي ما بغيتش جيلي تمشي عند بابا كنعطي فلوس كنقول له بابا سير جيب لي التخربيق دابا بابا جيلي زعما كاين لا تخربيق دابا لا صافي بقى جوج اسئله هذا ماما ماما عارفه شنو هو النوس اللي عزيز عليا من الصغر بابا جميع انواع جميع انواع
ماما في راس العام. ماشي في راس العام. ماما في راس العام. ماما اول هذيك مشات لي ماما في عيد ميلادي هذيك باقا عندي. ماما ديك الغوزي. ما توريش ما توريش شكون. لا تقولها. داك الغوزي. يا غوزي. تاع السوقة. ايه. وهذيك ماما خديتها لينا في راس العام خدات لي انا البيض وانت الغوز. مش هاد العام. وفراس العام واحد راس العام وي وعد ميلاد وحق الله ماما ما تقامحيش خديتي عندنا مول مكياج سعيد خديتي لي انا النص بيض لا لا ولا مشيتي غير ماشي ماشي هو شريتو لسارة بنتي في العيد ميلاد ديالها فياتو الله فياتو عرفتي عمري الناس مشاهدين شو ماما كتبغيني ها هو ها هو شتيهم المهم تاع السوق انا ما عنديش كنحمق عليك انا عندي وانا ماما مفكره خديتيني انا البيض وهي هذا فكرة كان مشاو شي نقله من انا وجبنا وعلينا 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 سؤال واحد بقى سؤال واحد هذا البيض نسيت علاش قلت مين كنتي خليني نجاوب هاد السؤال نسيتو لغبت لي مثل الهضره ملي خوني نجاوب اشمن مالك اشنو درتي لينا غادي واحد يضرب هادو ويعاود لينا بحال قصه واحد الجريمه درتها في صغره حتى جاو عندها حتى البوليس حتى الضرب دوك يقلبوا عليه في زنقه في زنقه يلا جاو بنتي غادي خدمه غادي خصها التفكير ديال كدوي يعني قصه واو جاو عندنا البوليس حتى الضرب قلبوا عليه حتى تسطاو ماما بعدا كتقتلني عفوا سميتو لا ضربات سكوت ضربتي يلا قولي نعاود احسب لك 11 حس قصه ماشي نعاود نقولها واحد نعاود ادري ثلاثه ماشي ماشي هذيك فاش كنتي في التاكسي تاع سبعه ثانيه تسعاد 10 بابا انا وحنا 10 انا انا نعاود انا نسيت ماما كتقلب على ساره اه وساره تخبات عند الجيران عند ليلى اه تخبات فين تخبات تحت الميضه وهادي ما خلات فين قلبها الكوميساريه السبيطارات دارت البراح فين كنت انا انقولك كيف تفضل بلاتي بلاتي اللي كنت تفرج فيها هبيشه ولا كنت تفرج فيا في طب الزرق مستا نقول لكم دابا اميمه دائما كانت مصاحبه مع واحد من جيران بحال خواتات فاطمه الزهراء انايا ملي كيبغي يمشي يتسخر كتسخر ماما كدوز عند فاطمه الزهراء انا كنصحنا يدوز عند صاحبتهم الجيران التحسانيين ومبغى سخنين يمشي معاه نتسخر مشي مشيت خليت ماما في مسكينه في الكوزينه مشيت دردمت 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 مشيت كنتصنت هكا على خالتي حفيده رقم 6 ما لقيتهاش قلت يمكن راه مشاو عند صابري مشيت عند صابري قلت لها واش عندكم ميمو فاطمه الزهراء قالت لي لا قلت لها صافا يمكن راه يجيو عندك ونقول لك يلا مشيو تسخروا اجي نتخشى عندك ونتخبى نخلعهم مشيت لا لا جات ماما قالت لي صابري راه ماما كدق قلت لها قولها ما كايناش وانا كنت تحت الطبله خذ زعما ماما لا تدخل وانا كنت هذيك صغيره كنخطط مشات لا لا وماما مسكينه مشات عيطات البوليس مشات هي للسبيطار هي دي مشات سارت نقول لكم مسله كامله باش تقلب عليا صافا من بعد قلت هادو باينين تعطلو رجعو لديرهم مشي نطلع مشي نطلع لقيت ماما مش داري يا واحد الهراوة كتقتلني وجاب الله كاس عندي خالتي في الدار مشيت تخبيت موراها وكنت غادي ناكل العصا والله كنت ناكل العصا وهادي من جيت انا باقي ما جاش اصلا نسخر فين ديك الساعة حكا عقلتيش اكتي في الدار كنت صغيرة عقلت كيفاش مشيت تخبيت وكيفاش جات ماما وعقلت كلشي وما عقلتش عليها كنتي مشيتي بغات تسخري وانا مشيت تخبت عند صبري اه ولكن ما عقلتش على هذا الخطر ما عقلتش بعدا فين تسخرت وانا عفاتي فين تسخرت وما مشات قلبت عليه شي ساعه كتقلب عليه وطلعت ما لقاش المهم جات تسخر اصلا كنت تسخر ماشي كنسخروا كنا كنمشيو عند تفضل كنا كنمشيو عند الهاشميه كنبقى اه وصافي يمكن مشيتي للهاشميه آه. جاو البوليس جاو سميت بابا كان خرج من دار السكا وجاو كيجري ما عقلتش تبارك الله عليكم وشكرا على المشاهدة ديالكم ديروا جيم ديروا ابو ديروا جيم ديروا وسلم على شي واحد على شي واحد كتعرف تسلم على صحابي تسلم على شكون صحاب الاصدقاء لا كل شي زعما كتسول كيسلم على جيراني اصدقاء جيراني وصحاب السلا وصحاب الرباط وصحاب كازا وكله اصدقاء ديالي اللي تيجيوني من الشمال الشمال حتى هو الله يعمر هذا من الشمال الله يعمر هذا الناس معقولين ايوا هادشي اللي عطا الله ايوا قلنا ما تهلاو فيك درت هلا بنت دمسينا اه تهلاو دعمه بنتي سهراء تهلاو فيها انت قولي ما يديروا دوري ابوني اه نتحدوا كله وعودوا هادو هادو ملي كنتلاقاو خصوصا كون كان معايا عمي راه بزاف تصديق المهم اخي في واش ويت
if you watch this video, I want to tell you I love you. I love you. إيش اللي بديش؟ إيش اللي بديش؟ إيش اللي بديش؟ إيش اللي بديش تو؟ بيها يسو. Thank you very much. Thank you very much. وسلم على خوك. Good morning. لا لا عند الصح Good morning. Good morning. ألمانيا. ألمانيا. قلتي قبل ما. إيش دربيش؟ إيش دربيش؟ المهم الفيديو انا عارفه ما غاديش يتسالا المهم ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وكومنت وشير ديز فيديو ودي فريند كنبغيكم بزاف سراني 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 سراني